فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لم نجد طريقة شرعية لإرسال مال لأهلنا في بلادنا. لم نجد طريقة شرعية نعرفها لإرسال مال لأهلنا في بلادنا سوى الطريقة المعروفة في البنوك، وهي أن يستلم من الموظف هنا ريالات سعودية ويسلمها هناك دينارات. يقول: هل يباح هذا لنا من باب الضرورة؟ اشتروا العملة التي تريدونها من هنا من البنك أو من غيره، وأعطوها البنك يوديها ويأخذ عليها أجرة الحمل والإيصال. نعم.